بس الواحده ظهرا من اون لايف اسعد الله اوقاتكم انطلقت في كفر الشيخ اليوم فعاليات مؤتمر الشباب الذي ياتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمرات لشباب جميع محافظات الجمهوريه وافتتح المؤتمر بحضور وزراء الاستثمار والشباب والرياضه والتنميه المحليه والهجره ومفتي الجمهوريه ومحافظي الشرقيه والغربيه ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه اكثر من الفي شاب الى التعرف على احتياجات الشباب وتطلعاتهم المستقبليه وطرح الحلول المتطوره وفقا لفكر الشباب التقى وزير الخارجية سامح شكري ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وخلال اللقاء أشاد شكري بمواقف الإمارات المشرفة والداعمة لمصر وأعرب عن تقدير القاهرة للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والتطلع إلى مزيد من التنسيق في المرحلة المقبلة. من جانبه أكد ولي عهد أبو ظبي تضامن الإمارات الكامل مع مصر في مواجهة التحديات الراهنة، والتطلع إلى التنسيق وتعزيز التشاور بشأن التحديات المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية. وقد ادانت الخارجيه المصريه الهجوم الارهابي على متحف اللوفر الذي شهدته العاصمه الفرنسيه باريس بالامس واكدت الخارجيه في بيان لها وقوف مصر حكومه وشعبا مع الجانب الفرنسي في مواجهه الارهاب مطالبه المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهه هذه الظاهره التي تستهدف الامن والاستقرار ولا تحترم القيم السماويه النبيله قضائيا أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم حكمها على أربعة متهمين بالسجن المؤبد غيابيا لاتهامهم في أحداث التظاهر والتجمهر بمنطقة الطالبية، كما عاقبت حضوريا المتهم محمد أسامة عبد الرؤوف بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليه من اتهامات. وعقبت المحكمة الحسيني صبحي حسن ومحمد محمود حسان ومحمد محمود محمد بالسجن المشدد لثلاث سنوات عن التهم المنسوبة إليهم كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية عن بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي بدعم جوي من قوات التحالف الدولي بهدف إكمال عزل المدينة وفي اطار عمليه عسكريه مستمره منذ اكثر من خمسه اشهر استهدفت القوات التركيه تسعه وخمسين موقعا لداعش في شمال سوريا واسفر عن مقتل واحد من عناصره اضافه الى تدمير سته وخمسين وثلاثه مراكز قياده في الباب وبزاع كما نفذت قوات التحالف ثمان ضربات جويه على منطقه الباب ودمرت موقعين دفاعيين وعربتين مدرعتين لعناصر التنظيم خدمات اخباريه على مدار الساعه